لوبيا أول شيء قرية، هي قرية زراعية، أكثر شيء كان فيها هي تنزرع القمح والذرة والسمسم براضيها بكثرة، والشعير طبعاً وعدس وما عدس، كله فول وما فول، هاي حبوب، هاي كانت يعني بشكل عام هي الحبوب. بعدين حول القرية بعض الكروم الموجود، الزيتون، العنب، شايف كيف؟ وآخر مدار يعني آخر قبل ما نطلع توسعت هاي الزراعة، زراعة الكروم، لأنه في أراضي تقريباً يعني وعر أو وعرية، يعني لأنه هي جاية على مرتفع عالي البلد كلها، وبعده عن سطح البحر في 300 متر 350 متر، لذلك كانت تظل باردة شوية. معاصر كان معاصر بحارتنا إحنا ثنتين، إحنا عندنا الزعتر والعفامنة واحدة والعصافرة عندنا واحدة، كان معصرتين زيت وببور، الطحين كان بحارتنا ببور، بحارة الشاي ببور. بلدنا تعرضت لشسمه للجو، للقصف الجوي الإسرائيلي من أول يوم، قبل حتى 15 أيار بلشوا الإسرائيليين قصف الجو. أول شيء طلعوا من مطار الجعوني طيارتين حوالي العصر بالضبط، كنا عم نلعب على البيادر، واحد منهم قصفت موقع كان عندنا اسمه مسكنة، هذا كان موقع للثوار جاي على مربع، يعني تقريبا طريق تروح على الناصرة، طبرية، لبنان، العفولة للشمال، يعني جاي على التربيعة هناك، حطوا قوات خاصة عندنا مشان يمنعوا الإسرائيليين يهاجموا هاي المناطق. اسمه اولاد الضيع، يعني بلدنا من لوبيا، حطين، المرين، هاي المناطق يعني، بس اكثر شيء من لوبيا اللي كانوا قاعدين فيها. صارت المناوشات بين بلدنا واليهود، يمرقوا اليهود رايحين على طبريه حاملين سبقوا لهم اطفوا عليهم، يوم هاجموا بلدنا هاجموها من طبريه، طلعوا علينا احنا بالدبابات واليوري، هذا اللي محمل جنود الحارة القبلية، أجوها مشاة استللوا عليها من تل السجرة، من تل هذيك النواحي استللوا علينا مشاة، ذبحوا اللي بالاستحكام، كان استحكامات حول البلد داير لف، كل حارة تحمي حارتها، أجوا على اللي بالاستحكام ذبحوا ونزلوا استحكم بالاستحكام في بيت مطرف كمثل، فاتوا على صاحبه قتلوه، ما بعرف ما قتلوه، الله أعلم، يمكن ما قتلوش، قتلوه اسمه حسن العبد قالوا، واستحكم بالبيت وبلشوا، راح الفزيع للحارة، حارة الشايبة، راحوا يركضوا شي 18 شاب، نقع عينك اللي قتلوها، هاي من البلد، حارتنا طلع عليها من طبرية، من طبرية الحارة صاحي شافتهم لما طلعوا، لأنها البلد عالية، طبرية واطي للشرق، شافوهم هن جايين، لما شافوهم طلع الفزيع على البلد هيك نزلت العالم الشباب، نزلت سكروا الشوارع، يزيحوا صلابيط حجار هيك بالشارع، طلع النهار صاروا قريبين على البلد، ذبحوا واحد لليهود، والله يميت يا خالتي ان انا شفت نشوف عيني، بقولوا الناس اللي بيعرفوا قالوا شي 200 واحد، لا كانوا يلقطوا عرب يذبحون يزتون بالشوارع، هاي صارت شو خلاص خلاص يعني عملية صار انه كره، لذلك اهل بلدنا عرفوا انه هاي كلها خدعة، يعني شايف خليكم ما خليكم كله كذب، واللي خلاهم اهل بلدنا التسليح والهض، اول شيء قصف الطيارة بالاول، بعدين ذبح عرب ناصر الدين، هاي حد بلدنا حد طبرية بالضبط، ليش طلعتوا ذبحتوا الاهالي، هاي عملت شو ردة فعل انه اليهود كذبين، وهذلاك ما بيمونوا على حدا، يعني الشرقيين بيمونوش على البلناخ والارجون، وفعلا انه بين مضبوط انه كل اللي كانوا الشرقيين ناويين فيه انه يعيشوا مع العرب، بس اليهود الاجانب او الصهاينه الاجانب ما بدهم ولا اي عربي يكون، لذلك طردوا اهل طبريه كلهم بعد ما ضغطوا عليهم قطعوا المي والكهرباء، شايف كيف؟ وقاتلوا اهل طبريه، يعني كلها كانت تقاتل بس على يعني بدون مثل ما تقول في تفاوت بالقوه، يعني الإسرائيليين عنده القوة الذاتية وعنده الأسلحة وغيراته، بينما العرب يعني خفيفة شوية، لذلك كانت الجثث من مدينة طبرية يطلعوها مع الناس، بتذكر من بلدنا كمان واحد من بيت عبد الله الحاج بكياس، شايف كيف؟ يعني استشهدوا بقلب المدينة، الإنجليز اللي لقوا مثلا مستشهد حطوه بكيس وودوه مع الناس كمان يطلعوا لبرا. أيوة صح لك روح على فلسطين. أه والله برا.
أنا رايحة على الحج مرتين ثلاثة، بس يجي يقولوا لي تروح على الحج ولا تروح على فلسطين، بقول لي ما أروح على فلسطين لأني وعيت بها. أنا دائما بذكر للأولاد إنه يعني بالنسبة لنا ما في إلنا أي قيمة إذا ما رجعنا على البلد، على فلسطين يعني بلدنا هي الأساسية. لو حرب بده يدوم أعوام سنين، يعني الأجيال اللي جاي واللي جاي واللي جاي كلها لازم نعطيها نمط قوي على إنه تقاتل، لأنه هذا العدو مش بس عدو يعني هلأ إسا موجود، عدو للأبد. فلسطين تاريخها فخره وتربها تبره يعني ذهب، وجوها سحره وخيرها بحره، فتانة القلب ومنية العرب ومنتهى حبي روحي لها فخره.